حياكم الله. رغم مرور عدة أيام إلا أن الجماهير العراقية ما زالت لم تستفيق من صدمة نقل مباراة منتخبنا الوطني أمام منتخب الإمارات من ملعب المدينة في العاصمة بغداد إلى استاد الملك فهد في العاصمة السعودية الرياض، وذلك بعد قرار مجحف من الاتحادين الدولي والآسيوي تحت مبررات واهية وغير مقنعة. وفرحتنا في رفع الحظر لم تستمر طويلا قبل أن تصادر تحت مبررات واهية ودون منحنا فرصة اختيار ملعب بديل، ليضعنا الاتحاد الدولي في حرج كبير وتحت ضغط عامل الزمن. وتظهر هنا التساؤلات: هل كان توقيت قرار نقل المباراة مخطط له؟ هل الإمارات اعترضت على اللعب في بغداد؟ ولماذا صدر حقنا في اختيار ملعب بديل؟ وهل سيتم نقل مباراتنا الأخيرة أمام سوريا خارج الإمارات؟ تلك التفاصيل وهذه التساؤلات سنطرحها على ضيفنا لهذا اليوم. صدى الرياضة بدأ، أهلا بكم معنا. نحن مع محور هذا اليوم عن رحلة المنتخب بالتصفيات الآسيوية ونقل مباراة منتخبنا ونظيره الإماراتي إلى السعودية. وبهذا الموضوع تحدث وزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، تحدث عن أمور عدة تمت مناقشتها في اجتماع الاتحاد، ومنها المطالبة بنقل مباراة منتخبنا أمام سوريا من الإمارات إلى ملعب محايد، إضافة إلى أن العراق سيبقى مدافعا عن حقه باللعب في أرضه ولن يتنازل عن مكتسب جاء بعد سنوات طويلة من الحظر الدولي. نتابع. ناقشنا كل موضوع رسالة الاتحاد الدولي ومضمون هذه الرسالة بشكل كامل، وتواحدنا بها بشكل تفصيلي، واتخذنا قرارين اليوم مهمة جدا، هي أحدها أنه الشكوى لدى محكمة كاس، والقرار الثاني الطلب من على طبعا الشكوى على لدى محكمة كاس على قرار الاتحاد الدولي والآسيوي اللي صدر يوم 16 واللي نقل بموجبة مباراة العراق والإمارات إلى ملعب محايد. القرار الثاني اللي اتخذناه هو توجيه رسالة إلى الاتحاد الدولي بطلب نقل مباراة العراق وسوريا المزمع إقامتها في الإمارات يوم 29 من هذا الشهر إلى بلد محايد، أسوة بما حصل في مباراة العراق والإمارات، وذلك كون هذه المباراة أنها مباراة في غاية الأهمية، وقد يتحدد فيها من يتأهل إلى المركز الثالث، ولذلك يجب أن تتوفر الشفافية، خاصة أنه الإمارات وسوريا والعراق هي في مجموعة واحدة. يمكن البعض يسأل لماذا تأخر الاتحاد العراقي لكرة القدم في إرسال هذه الشكوى؟ أنا إجابتي بسيطة على هذا، على من يتقدم لنا بهذا السؤال أو يسأل هذا السؤال. الرسالة اللي جتنا من الاتحاد الدولي كانت يوم الأربعاء، يوم الخميس أرسلنا رسالة إلى الاتحاد الدولي نطلب فيها إلغاء هذا القرار لعدم وجود مسوغات قانونية لاتخاذ قرار بنقل مباراة العراق والإمارات، وبالتالي كنا ننتظر رد من الاتحاد الدولي كي نذهب إلى محكمة كاس. ويجب علينا الاستعداد إن كانت المباراة
في بغداد أم في المملكة العربية السعودية، فيجب أن يتهيأ منتخبنا الوطني لهذه المباراة، لأن لا بديل لنا إلا الفوز والحصول على نقاط هذه المباراة، خاصة بعد المستوى الطيب اللي ظهر عليه منتخبنا في مباراة أمام زامبيا واللي حقق بها نتيجة الفوز 3-1. الحقيقة يجب أن يعلم الجميع بأنه القرار اللي صدر يوم 16/3 بنقل مباراة العراق والإمارات لم يصدر من الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، ولم يكن هناك أي إشارة لا من قريب ولا من بعيد لأنه الاتحاد الإماراتي كان طرفا في اتخاذ هذا القرار، بل القرار جاء نتيجة للظروف الحالية في العالم في بين أوكرانيا وروسيا، بالإضافة إلى حادثة الصواريخ اللي ضربت أربيل يوم 12 أو 13 من هذا الشهر. ولذلك لا يمكن أنه إحنا اليوم أنه نتكلم عن الإمارات وأنه ننسحب من البطولة لأسباب هي ليست في محلها. سأعمل بكل ما أوتيت من قوة، وأنا على تواصل مع الاتحاد الدولي وأيضا مع الاتحاد الآسيوي وأيضا مع الأخوة في الاتحاد الخليجي، مع السيد رئيس الاتحاد الخليجي ومع السيد رئيس الاتحاد الآسيوي، بأنه نقل هذه المباراة لا يؤثر على استمرار رفع الحظر عن جميع ملاعبنا العراقية ومنها بغداد الحبيبة. بهذا الخصوص حقيقة لا يوجد مبررا منطقيا لنقل مباراة منتخبنا أمام الإمارات من بغداد إلى الرياض، سوى أن الفيفا ومن ينطوي تحت مظلته استهانوا بالعراق عندما وجدوه ضعيفا ومستباحا لمن هب ودب، ووجدوا سياسيوه يحابون ويجاملون على حساب الوطن. بالمقابل جماهيرنا تتألم، بل ألف ميتة تموت. إلى التفاصيل. أه على بغداد، سنين طوال نبحث عن العودة، سلام على بغداد شاخت من الأسى. كل أشكال الطغيان بدأت بالسكوت عن خطأ بسيط، ثم كبر هذا الخطأ وأصبح أخطاء عديدة تحولت في النهاية إلى طوفان من الظلم. هذه المقولة تنطبق تماماً على الاتحاد الدولي لكرة القدم الذي أوغل في طعن جسد كرتنا بعد غياب ردة الفعل على قرارات سابقة ظالمة، ليستبيح حقوقنا نهاراً جهاراً. لا يوجد مبرر منطقي لنقل مباراة منتخبنا أمام الإمارات من ملعب المدينة إلى السعودية، سوى أن فيفا استهان بالعراق عندما وجد رجاله يجاملون على حساب الوطن، ومشاهد كثيرة سابقة دفننا من خلالها ظلم قرارات الاتحادين الدولي والآسيوي. لا نندب حظنا ونحن أوهن من بيت العنكبوت، فقد أدمنوا على سلب حقوقنا وما كان لنا غير السكوت. جمهورنا يتألم، بل ألف ميتة يموت. لم ينفعنا لا ابتهال في صلاة ولا دعاء قنوت. لن ينفعنا تحضير ولا فار، وحلم اللعب في ملعبنا طار، واتحادنا ما زال في الانتظار، لا يجيد غير استجداء القرار، فما حدث في جبينكم وصمة عار. انتظرنا تبريركم لكن ردة فعلكم باردة، وبيانكم خجول وإسفاف في التبرير، وأهملتم الأخبار الواردة. جياني وسلمان قرروا وما زالت عقولكم شاردة، صدعتم رؤوسنا بالاجتماعات، واستمر نقاشكم ساعات وساعات، وخرجتم بصمت وتركتم لنا التأويلات، ومرت الأيام وغابت القرارات، فأدركنا بأنكم لن تغيروا الماضي ولن تنفعوا بما هو آت. أكرمونا بصمتكم فلا نريد البكاء ولا العويل، ولا نريد تبريراتكم، فأنتم لا تجيدون إلا التطبيل. لا تبحثوا عن أعذار وتهمل الدليل، فمن لا يملك قوة المواجهة عاش أبد الدهر خانعا وذليل. تؤازر وتستمر، نحن نتنفس كرة القدم، لا تسرق فرحتك، وحلمنا بسيط فقط. وللحديث أكثر عن القرار الظالم الذي أصدره الاتحادين الدولي والآسيوي، ينضم إلينا من العاصمة بغداد وعبر السكايب الدكتور صالح راضي، عضو لجنة المستشارين في اتحاد الكرة. أهلا بك ضيفا عزيزا دكتور. أهلا وسهلا بك، تحية لك وإلى
مشاهديك الكرام، مشتاقين لك وعساك بخير. الله يسلمك، داعش وق والله الحمد لله، شفناك اسمع اخبارك ثقيلك. الله يسلمك ويعزك. بداية دكتور، كيف تلقيت يعني قرار الاتحاد الدولي بنقل مباراتنا لملعب محايد؟ والله حال الناس يعني تفاجئت، وهي صدمة كبيرة، لأنه الشعب كله كرة قدم، والشعب كله أصبح في ملعب المدينة. حقيقة المتعة اللي عشناها واللي عاش الجمهور الرياضي، وحتى مو الجمهور الرياضي، عودة المباريات الدولية ورفع الحذر عن الحرار، هذا أمر حقيقة يعني ما أعرف شلون أوصفه. يعني هي صارت وليس فقط يعني صدمة، لأنه اللي بنيناه واللي جاهدنا من أجله بالكلام وبالصبر تحقق في صفحة عاد الألم الجديد وعادة الأمور إلى طبيعتها، وبالحقيقة بطريقة يعني طريقة مريبة، يعني مو دقيقة 100%، يعني أو ليست قانونية 100%. يعني كل المعطيات حول هذا التأجيل ومكان المباراة وطريقة إعادة المباراة البديل، هاي كلها عوامل الحقيقة يعني عليها نقاط استفهام، نقاط استفهام كبيرة، ويجب أن نجد الحلول أو الردود أو الأجوبة على هذه التساؤلات، لأنه مستغربين إحنا في وضع صدمة، يعني فعلا صدمة كبيرة. دكتور هل يعني فعلا القرار يعني اتخذ من قبل الاتحاد الدولي، أم أن للإمارات يعني وجهة نظرك يد في صناعة هذا القرار؟ الاتحاد الدولي والاتحاد الآسيوي لا يمكن اتخذ أي قرار ما لم يكن هنالك فكوة أو دعوة أو استفسار أو رجاء. أنا أعتقد أنه يعني الموضوع مشى بشكل طبيعي، يعني في الآلية المتبعة الاتصال بين الاتحادات والاتحاد الدولي. الاتحاد الإماراتي خاطب الآسيوي، الآسيوي يرفع للفيفا، الفيفا ينطق قرار تنتهي المشكلة. إذن ماكو قرار يمكن اتخاذه من قبل الفيفا ما دام أنه ماكو هناك شكوى. أعتقد أنه هناك شكوى، وهذه المواضيع حقيقة تم استغلالها بالرغم من تشابه الظروف. تدري حضرتك يعني الآن كل الدول العربية الآن بالسعودية والإمارات والعراق وسوريا ولبنان كلها بها مشاكل. عجب فقط يعني موضوع العراق يتعاملون بهذه الطريقة، هذا أمر حقيقة مؤلم. لدي سؤال دكتور يحتمل الإجابتين. توقيت القرار قبل أيام معدودة من المباراة، يعني هل كان مخطط له مسبقا، وهل ترى أن هنالك يعني مبررات منطقية لقرار نقل المباراة يعني لأراضي محايدة؟ طبعا هو اللي صار يعني أكو دلائل قبله. أنا أعتقد إنه يعني مجيء الوفد الاتحاد الإماراتي إلى العراق بالفترة اللي تحديد مكان السكن وبحث عن نقاط الخلل في البنى التحتية في الإجراءات الأمنية، أو هذه كلها حقيقة أعطتني مؤشر قبل المباراة. صار عندي إحساس إنه هنالك خطر في الموضوع، هناك بحث عن يعني نقطة سلبية لإلغاء المباراة أو نقلها إلى دولة أخرى. هذه مو مشكلة، نقلة المباراة صغير نقلها لعمان حسب ما إحنا نريد، يعني حسب الدولة صاحب الحق. ليش نقلة للسعودية؟ إحنا هذه تساؤلات. يعني الآن شارع يعني يبحث عن لماذا يعني السعودية أيضا الآن وصلت القصف إلى جدة، يعني مصافي القفط والشركات النفطية الكبرى بدأت تتعرض للقصف، والإمارات أيضا نفس الشيء عندها مكانات انقصفت.
فليش هذا ليش المسعود فعلا دكتور عيد كلامك يعني العديد من الدول يعني انت تعلم ونتابع الاخبار السياسيه تتعرض الى 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 قصف تتعرض الى هوايه من المشاكل لكن بنفس الوقت هذه الدول نرى انها تحتضن المباريات الدوليه لكن المنع فرض علينا فقط دون حتى يعني تصور مناقشه التفاصيل يعني ما اعرف كيف تفسر هذه الحاله والله شوف ماكو شيء مبهم وسوف تنكشف كل الحقائق وسيظهر من هو يعني مقصر في هذا الموضوع الايام القادمه والتحقيقات التي سوف تجرى سيكون هنالك يعني مؤشرات ربما لن يكون هنالك مقصر من العراقيين لكن هنالك مقصر من غير مكان حتى الان نبحث شيء لم نجمع كل المعلومات عنه ان شاء الله ما راح يعني نبقى ساكتين بقدر ما راح نبحث ونستقصي الحقائق من اجل ان نعطي الصوره الحقيقيه للشعب العراقي الجمهور الرياضي العراقي اللي هم يريدون يعني مستغربين من هذا الكيل بمكيالين ليش احنا يعني نظلم بهذا الشكل صح عندنا صار عندنا قصف في اربيل صار عندنا قصف في قاعده بلد نعم هنالك اي طائر موجود في غير مكان ليش ذولاك يلعبون مكانهم واحنا ما نقدر نلعب مكانهم هو دكتور حتى دي. للاسف الاتحاد الدولي يعني كما تعلم لم يترك لنا فرصه يعني حتى في اختيار الملعب البديل يعني هذا اعتبره ظلم كبير بالتاكيد عن هذا اللي اقوله يعني احنا ما عندنا مشكله خلي احنا قضيناها 40 سنه احنا يعني نلعب خارج ارضنا وصعدنا الكاس العالم خارج ارضنا واخذنا بطولات كاس واحنا ايضا كنا نلعب خارج بلدنا البطولات يعني الاولمبياد والشباب الفئات العمريه كلنا احنا نلعب خارج بلدنا خارج العراق لكن اما انا الاوان لان يعود الوضع طبيعي بالعراق بالرغم انه هناك مؤشرات هذه موجودة بالدول الأخرى فأعتقد أنه على الاتحاد الدولي أن يكون عادلا في اتخاذ يعني فعلا مثل ما تفضلت دكتور لماذا نعرف لماذا في السعودية تحديدا يعني أنت مثل ما قلت ومعروف يعني رشحنا بوقت سابق الأردن في حال تعذر رفع الحظر في الجولات الماضية أنت تذكر بين لعبنا احنا في قطر يعني ما أعرف هل هذا القرار الدولي فعلا يثير الدهشة والاستغراب بنقل هذه المباراة للرياض تحديدا أنتوا في عمان هل سمعتم أنه الاتحاد الأردني اعتذر عن استقبال هذه المباراة أو هنالك ظروف تمنع إقامة المباراة إحنا أريد نعرف هذه الحقيقة حتى تكمل الصورة يعني إذا يعني ماكو مثل هذا التصور معناه هنالك أمور يجب أن نناقشها بشكل أعمق في يعني لا للأمانة لم نسمع ولا متابعتنا من خلال الصحف والقنوات والبرامج الرياضية ما تطرقوا على هذا الموضوع إطلاقا يعني وحتى على صعيد بعض العلاقات الخاصة أعتقد تاريخيا والتجارب السابقة الأردن كانت للأمانة معنا واقفة بحب وطبعا بتسهيل أمور كثيرة وأصلا تعاطف مع الجمهور العراقي والجالية العراقية المتواجدة في عمان وآخر مباراة من ضمن التصفيات إذا ذكرتها وهي إيران يعني أنا كنت حاضر المباراة دكتور رجعتني كذا سنة وكأن أنا داخل على ملعب الشعب وتتذكر تلك اللحظات يعني العين أدمعت والمشاعر يعني أصبحت جياشة وأنا أرى هذا الجمهور وهذه الجالية العراقية والجمهور العراقي قريب على الأردن كما تعلم لا يمكن يعني بها حتى على الصعيد يعني التجاري والأصعدة الأخرى الاجتماعية أيضا بها فوائد لا يمكن يعني أن ترفض الأردن مثل هكذا يعني مثل هكذا طلب يعني أتوقع بأن هذا الأمر يعني بعيد كل البعد
نعم، عندنا اذا نحن بحاجه الى دراسه يعني مبررات اللي لجا لها الاتحاد الدولي لاتخاذ هذا القرار، وايضا الاتحاد الاسيوي لابد ان يكون مشارك في هذا القرار، وايضا الاتحاد الاماراتي ايضا لابد ان اثار مشكله او اثار يعني رغبته في نقل المباراه، وهذه كلها راح تتوضح بشكل اكبر في الايام القادمه ان شاء الله. على العموم هي المباراه يعني يجب ان تستمر، يجب نلعب هذه المباراة، ويجب على لاعبين أن يدون واجبهم بشكل يعني خلينا نقول مميز أو ما كان في بغداد أو في عمان. دكتور، سأتكلم بخصوص يعني مباراتنا الأخيرة أمام سوريا، وتعلم بأنها مهمة جدا. هل توضحت الصورة حولها؟ بمعنى هل سيتم نقلها خارج الإمارات أم سنلعبها هناك؟ طبعا هذا ايضا موقف اخر يعني غريب، انه بالرغم انه يعني هنالك اتفاقات مسبقه، لكن في مثل هذه الحالات عندما تكون هنالك فرق تنافس على صداره المجموعه على بطاقه معينه او نتائج تؤثر بعضها على بعض الاخر بين الفرق، أي يجب ان يكون هنالك اول وثاني وثالث او من هو سيترتب بطاقة التأهل أو المرحلة الثانية من التصفيات. الإمارات وسوريا والعراق ثلاثة مجموعة واحدة، يعني أيضا مستغرب إنه تكون مباراة في الإمارات بالرغم إنه يعني هذه موافقات سابقة، لكن من حق الفريق الاتحاد العراقي أن يقدم طلب في تغيير مكان المباراة، لأنه تعتبر الإمارات منافس للفريق العراقي، وبالتالي قد تحدث أمور قد لا تحمد عقوبة. دكتور، وأنت قبل قليل تتكلم عن الاتحاد، دعني أشمل واجبات ومهام اتحادنا بهذا الحديث. للأمانة هل تجد بأن يعني اتحاد العراقي تأخر في رفع الدعوة إلى محكمة الكأس؟ هو شوف محكمة الكأس ما راح يعني تنظر بالموضوع بسرعة، والموضوع ترى يعني ليس رياضي فقط، هناك حوادث أخرى تلعب دور كبير في مثل هذه المواضيع، ولا أريد أن أتطرق لها بقدر ما أشير إليها من بعيد. يعني هنالك مناسبات خارج الوسط الرياضي أو أكبر من الوسط الرياضي هي تلعب دور في اتخاذ بعض القرارات. دكتور، بخصوص محورنا هذا المهم، ولكن خليني أتكلم من الناحية الفنية، برأيك كيف تقرأ تأثير نقل المباراة على نفسية اللاعبين واندفاعهم يعني قبل مواجهة الإمارات؟ هل سيكون ذلك يعني دافعا حافزا لتحقيق الانتصار، أم يعني يتسبب لا سامح الله في يعني حالة من الانكسار، انكسار روحية الفريق بشكل عام؟ هذا الموضوع اللاعبين يقرون، هو الاتجاه الأول أن يبذل اللاعب أفضل ما لديه وأن يكون على مستوى التحدي والموقف، وممكن في لحظة معينة لا سامح الله يضعفون ويبررون أن هم وضعهم النفسي غير جيد وتعرضوا إلى ضغوط وظلمة، وبالتالي النتيجة السلبية هي موضوع طبيعي. الموضوع يتقبل الحالتين الاتجاهين، لكن هنا يجي دور المدرب ويجي دور الكادر الإداري أو الكادر التدريبي وطريقة التعامل. أعتقد اللاعبين تعرضوا إلى ضغط كبير قبل يعني ثلاث أيام أو من لحظة صدور القرار. الآن الموضوع التحدي صار أكبر مما كانت في بغداد، يعني الآن الضغط على اللاعبين أكبر، والنصيحة اللي أوجهها لهم أنه يبتعدون عن الوسائل الاجتماعي، عن يعني مجرد اتصال بالأهل ومعرفة أخبار الأهل وقطع الاتصالات بشكل كامل، وعزل الفريق عزلا تاما خلال هاي اليومين قبل المباراة، لأنه
اللاعب لازم يسترجع وضعه الطبيعي ونصفره بالمصطلح الشعبي ويرجع إلى وضع مرتاح بحيث يفكر سواء المباراة وواجباته داخل المباراة. أريد أعرف يعني كيف كان تقييمك على أداء المنتخب في ودية زامبيا؟ يعني مو معيار، هو المباراة هذه ليست معيار، يعني ما تعرف من فريق الزامبي شو مستوى درجة استعداده، لكن بشكل عام الحراك لعب بشكل جيد وظهر بصورة أفضل من السابق حقيقة، يعني بعض الحالات ممتعة تدل على انسجام وعلى يعني نضج في التعامل بين اللاعبين، وهناك تغيير تقني في هذه التشكيلة وفي طريقة اللعب. أعتقد أنه الفريق العراقي راح يلعب بشكل جيد في مباراتنا مع الإمارات، لكن الضغوط النفسية هي واحدة من المشاكل راح نعاني منها. طيب دكتور، ماذا تتوقع لنتيجة المباراة في حال فوزنا؟ يعني هل تتوقع أن الفريق قادر على المنافسة في الملحق لبلوغ المونديال؟ يعني أنا أعتقد أنه إذا الفريق العراقي يتدرب بعد الصعود إن شاء الله، إذا صعد بإذن تعالى، أعتقد أنه يعني العلم الصحيح والتخطيط والبرنامج الملائم للمنتخب العراقي قد يوصلنا إلى اللي يريده، يعني يمكن نطوره وممكن ننافس يعني إذا اشتغلنا بشكل صحيح. وإذا كانت فترة منافسة في يد الوقت بين مباراة سوريا ومباراتنا مع ال ما أعرف يعني يد الوقت، يعني إذا كان بها ثلاثة أشهر زين، بس ما أعتقد تصير ثلاثة أشهر لأنه قريب كأس العالم شهر نهاية السنة هاي. اي فاعتقد يعني اذا اتيح الوقت للتدريب الصحيح، مو فقط الوقت والتدريب الصحيح مباريات المستوى العالي، لا ممكن. سؤال شوي محرج واعذرني بي، في حال هاي الفتره اللي تتكلم عليها، الافضل البقاء مع المدرب الوطني المحلي ام لا لابد ان يعني نبحث عن المدرب الاجنبي؟ هذا رايي من 20 سنة وما زلت أقول إنه المدرب العراقي أفضل من المدرب الأجنبي، ليس أفضل بالإمكانية وبكل شيء، لأنه أعرف بوضع اللاعبين العراقيين والدوري العراقي، لكن للأسف إحنا المدرب العراقي نضغط عليه في حين المدرب الأجنبي نوفر له كل شيء يريده، وهاي مشكلة. يعني ما عندك خوف على المدرب العراقي سوى أن هنالك ضغوط يتعرض لها المدرب العراقي من يعني جهات من ناس تنفيذيين، يعني هذه المشاكل اللي يعاني منها المدرب العراقي، هاي ما تصير بين المدرب الأجنبي اللي هو يجي محصن، يعني ما حد يقدر أي أثر عليه. لك مني خالص الود والاحترام والتقدير لوجودك معي اليوم، كلمة أخيرة. والله أول شيء أشكرك على هذا اللقاء، خليتنا نشوفك، وتحية إلى زملائك وإلى جمهورك الكريم. أتمنى أن يوفق المنتخب العراقي في مباراة الإمارات وسوريا، وإن شاء الله نلتقي بعد هذه المباراتين حتى نخطط للمستقبل. ممتاز، أشكرك، أعطيتني الفرصة للقاء آخر. مشاهدينا، كان معنا من العاصمة بغداد وعبر السكايب الدكتور صالح راضي، عضو لجنة المستشارين في اتحاد الكرة، شكرا جزيلا لانضمامه إلينا. بعد هذا الحوار والمحاور الطويلة عن هذا القرار، نقول أيها المسؤولون، المسألة واضحة فأكرمونا بصمتكم، لا نريد منكم التبريرات، لا تبحثوا عن أعذار وتهملوا الدليل بعد كل محاولة في خرق حرمة الوطن، فإنكم والله لا تجيدوا إلا التطبيل، فمن لا يملك قوة المواجهة عاش أبد الدهر خانعا وذليل. طالما هنالك قضية فللحديث بقية، على الموعد ألقاكم بإذن الله. هذه تحياتي أنا بلال بداع، مع السلامة.